قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب من أبواب العيدين، قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. باب فضل العمل، عمل كفضل يسب أبب يهي في أيام التشريق. ما المهل قم قعابو أيام التشريق فضل وحلو جيدا هذا فضل شيء لقو الشيغو مقصود كوحويا وعظم الأجر وكثرة الثواب. أجر كيسية ثواب كيسبا آد أوين عمل كنا وحلو جيدا الأعمال القربة التي يتقرب بها إلى الله، أعماش إلهي اللي قلنا وادو ومشروعة والرب أشرعيي أما كتاب كيسك أشرعيي أما على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عمل كهدون مشروع هين لا يقبله الله تبارك وتعالى، إلهي ما أقبله. لماذا؟ لأنه بدعة والله غني عن البدعة. مركا أعماشا قرباتك وإله اللي قد وادو ومشروعا فضلي قيدي أجر كيدو آدب أبدي هي هدي أي لعظة أيام التشريق. أيام التشريق وصدح ذا مال مود وكدم بيسمال انت عيد الأضحى أيا ليرة أيام التشريق ما انت كو يتبناد لبي يتبناد صدع يتبنادك. وحكر لهم قعابا أيام منا مالمها منا وحجيد أي منا جوغان منا جوغان يعني أعماش حجكو تقريبا شمبري بيد عضا ما ركتا ما يلي تو يعني تو تو ما أنت سديداد إلى لقى جارو ما أنت صدح يا طبنات سديد يا سقال يا طبا يا صدح كذا ما يسوى لح مال موت مركا مالي والبا مقعب إلى هذا هاي مالنت سيدي هذا حلقه مرعبا يوم التروية يوم التروية مالنت سقال هذا حلقه مرعبا يوم عرفة مالنت تمنى هذا عيد وحال هذا يوم النحر مالنت كو يتمنى هذا حال هذا يوم القر ومالنت اللجوغو منا من اللجوغون عيدنا كمقنين مالنت اللي بتمنى هذا حال هذا يوم النفر الأول ما ركتها أو ما أنت اللي بيطبنا قفكم مركو جبرات كتورتو وحأوبنا إنه إسكبحه ما أنت صديح طبنا إنه حلي يوم القر يوم النفر الثاني بقى يدا سيكل ليه المرك ما أنت صديح طبنا أعماش حشكة وحبا كما باقي أها إلا طواف الوداع. طواف الوداع أنت تذكر بعض السين مرتيد أذكر نقاقي سين موي عمل كلام هارين مرك أيام التشريق ومالمها من اللجوغه أيا ليرة أيام التشريق مالين تعيدنا والله قتريا أو كمد لأنه ما تعيد يوم منا أيام منا وي ما تعيد ما أنت السوق اللي منا وجبرة العقبة الكبرى لا تورنا يو ومرك اللي صار ضواف ضواف الزيارة ضواف الإفاضة الله صار نقرا يو هذانا منوي ويكجرتها أيام منا أيام التشريق أنا ويكجرتها لكن ما دام أن مرع خاصها يدا أقولية أي لا هاي أيا سيدا بضن أيام التشريق صدح ذان طنبلغ إطلاقا ما لنتعيدنا وحلغ إطلاقا يوم النحر أو يوم العيد ما ركتها أما يوم الأضحى مرع راسوك لا يدا أيدا أقولية لكن أيام التشريق يكتر سنتا تشريق سبب الله قم مقعابي وحيارة بضن في علومة الشيغان لكن مركي هذا اللي في ريو باب كان وأبابي إمام البخاري يؤدي لذا أسوء أروريدون قصدك أكليه وجهك أدلي شنيه مركي الله إيغو سبب التشريق اللي قم بحي وحويا يوم العيد وي عيدنا قور ما لتو كذا بعد الشروق صما بعد شروق الشمس مركي غراث صوبح ضوة الحالة سوى مريني والله قبحه وقت النهي وقرحه إكر صوك عضو يعني قيد رمح ورن لقتمي قدر كي صوك على يدولك كصوك عضو بعيد لتكذا سوما ساس الله قم قعابي مرك
مالنت عيدنا وحي كم بتهاي أيام التشريق. إذن مالنت عيدة هي أيامها كدم بيا عمل كسر الله سميه آدي آدم وفضي بضيه عمل كاسي هالنقضة أعماشي حجك هالنقضة أعماشك ليتو صلواتك من اللي قلت كنيو هالنقضة تكبيرته إلى تكبير باسعته أعماشا سوئذيل بركوا وحن نقول يا باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما واذكروا الله في أيام معلومات يعني آية داس واذكروا الله في أيام معلومات وسورة الحج كجرت نعم أيام العشر وي أيام العشر يعني طبنك وجوه الرئيسة بشذي الحجة وما نتعيد أدن بيس وما نتعيد أدن بيس يوم عرفة يكون جرت آيات كالتا يدنا جرتا أو إلهي سبحانه وتعالى أو كل يهي قرآن كيسا يعني نعم واذكر الله في أيام معدودات آيات دهورة ويذكر اسم الله في أيام معلومات بآيات لكن هذا يعني آيات التلاوة ده ما تشيده لكن معنى هذا أتشيده لفظه التلاوة مؤمنا إلى عالم وإلا آيات يعني وحويا سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات ساس بآيات مرك أيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة وطبعاً كما المود قبشة ذي الحجة وهو الرئيس والأيام المعدودات وصورة البقرة واذكر الله في أيام معدوداتنا أيضاً وحكوفة سري عبد الله بن عباس أيام التشريق ما أعرف أيام التشريق ما لنت عيدا مركي هدي أن كترينه أيام التشريق أن كمت لقنه ما ركتها لبضى آيادات بوي قلي والأيام المعلومات وعشر الأيام عشر الأول من ذي الحجة بي أقود دم بيسا سمع محوها الأيام المعدوداتنا وي أقوه الرئيسة سمع وسط كي مركة كترتها وهي أفضلها أيضا أقوف ذي بضى مركة وكان ابن عمر عبد الله بن عمر نوح أها يو أبو هريرة أبو هريرة لبدو دبا يخرجان ويبحجرين إلى السوق سوق يبحجرين في أيام العشر أيامها طبنكا أيامها طبنكا أي يبحجرين ويك نعم يكبراني يغو تكبيرنا يو الله أكبر له ويكبر الناس تتكون ويتكبير سنيا أيقنا بتكبيرهما أي بتكبير عبد الله بن عمر وأبي هريرة نعم ساسا هايين مرك طبعا كما الموضة إذل وعشر الأول ذي الحجة وتكبيرين جرين وتكبيرين جرين نعم فضل قونيه مركة طبعا كاسي ليدا هاي دي قرآن كان وكا إلهي كل أرتي أحاديثنا ونو إمان دونتا مركة طبعا كاسوي تكبيرين جرين أيام التشريق التكبيرتي دونه ومعروف أي دونه مركة مركة تكبيرتي أيام العشر هي أيام التشريق بقى ويكتشرته نعم وكبر محمد بن علي خلف النافلة محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية وحكمدها من أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يساقنا وحو تكبير سنجري خلف النافلة حتى خلف النافلة يعني يوم العيد إيو أيام التشريق إيو لقبل الله ويوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاتها فرض كقداش هو ذا بعد تكبيرته للي ماذا سمع محمد بن علي يسقو حتى النافلة قداش يدو اللي من جري نعم طيب آثار تاسو إذيل وحي كتو سينيسا أعماش صالحاتك
فاضل كاهي فاضلا إن سلف كئاد وجود ذلك جرين أيام العشر مع أيام التشريق أيضا لأنه فضل جي ودا وداك سدان فضل جي أي ودا وداك سدان. نعم. سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد يا رسول الله ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. نعم. مركب حلية هي سعيد بن جبير وتابعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس وعكورنا يا وعبد الله بن عباس يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كورنا يا أنه النبي قال إن يري ما العمل عملكم أهان في أيام ما المه أفضل وكفض بنيه منها ما المهاس في هذه ما المهن ما المهن. مركا النبي صلى الله عليه وسلم هذه أم بخوكاب صلي أيامونك إشارة يا ما المهن ما المهو كوي أيام العشر مية مسوى أيام التشريق أبهما قول مركا وحاجرة نبي وحو إشارة إن تهي أيام التشريق. ولأجل ذلك مركا عوانك كدق إمام البخاري باب فضل العمل في أيام التشريق. طيب قالوا وحي هذين صحابتي ولا الجهاد جهاد كنا جهادك النبي صلى الله عليه وسلم وحكوت المامي من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال. النبي قال لويديي أفضل الأعمال محويه مركز النبي وكو جواب إيمان بالله ورسوله ألا يا رسول كيسو الله رميه مركز لويديي محاكو حقا مركز الجهاد في سبيل الله مركز لويديي محاكو حقا مركز النبي يقول حج مبرور حج مبرور. إذن مركا الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. عائشة نوحة لقوا رين النبي كتير يا رسول الله النبي وحان أرقنا جهادك إنه يهي من أفضل العمل أفلا نجاهد يعني هذا هو وين كيهين بكوضا نرى الجهاد في سبيل الله أفضل العمل وحان أرقنا جهادك إنه يهي أفضل العمل. نبي نوح كتل ما ذروة سنامي الإسلام مين جهاد هذا هوين كين هاي مركز النبي وكير صلى الله عليه وسلم لكن عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وحكو واجب جهاد أم دقال لهين ولا دقال لمين أو حجك إيوه عمرة فعلا مشقة يدبك حجك يا عمرة لغمر اياهي نوع من الجهاد ويتاي ماركتا لكن دقال هو بلا يسوق هذا يا ما المهم قصة كلين هاي ومشى الى ذا نرى الجهاد في سبيل الله افضل العمل وحنا رقنا جهادك في سبيل الله انو هي افضل العمل انو هي نعم مركز جهاد قصاص مركز الصحابة دي مركز وحيرة ذين ولا الجهاد. قال النبي وحيري ولا الجهاد حتى جهادك كما فضي بضنا عمل كما المهل سمين إلا رجل ننمويه خرج بحي يخاطر بنفسه أي يكافح ويقاتل العدو بمخاطرة نفسه يعني عدو قيب الله دري ليا قف انت هبقى دقال قلي نفتي خطر مكو جرته مسكو مجرته وكو جرته لأنه عود حياة بين الموت والحياة قف دقال قري وحويا وعلى حد سواء
dhimashadiisa iyo noloshiisa iyo nabadgelyadiisu. Intuu maaragtay dagaal galo inuu yidhaahdo maaragtay uu rajeeyo inuu soo laabto maya, inaad dhimanayso ku talagal haddaad ba dagaal gelaysa. Marka ninkaa mooye oo markaa naftiisii iyo maalkiisiibuu dagaalkii ku galay, falam yarjic bishay, waxna kalama soo laaban, xoolihiisii iyo hubkiisiina dee jihaadkiibay ku dhammaadeen, naftiisiina waa ku waayey. Ninkaasi waa ka fadli badan yahay, ilaa cid kaloo ka fadli badani ma jirto camalka maalmahan la samaynayo. Oo markaa culimmada qaarkood siday ku fasirteen ishaarada min haadihi inay ayaamu tashriiq tahay, saniica imaam albukhaarina saasaa ka muuqata. Nacam, haddii xataa la yidhahdo axaadiis kalaa jira oo ku soo aroortay oo nabigu uu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalama, uu kufa lagu fasirayo ayaamu lcashri lagu fasirayo, ma alcamalu fi ayaami alcashri afdalu min alcamali fi hadihi, yani markaas kanay ku dhacaysa saan oo kale lagu fasiraya, laakiin xadiid kalaa jiray nacam, oo ah yani in maalmuhu ay yihiin la sheegayo inuu yahay maalmaha alcashru alawwal min alcashri dhilxija. Nacam, laakiin xataa culimmada qaarkood waxay leeyihiin kaba dhigba haddaan ku fasirno maalmaha, qaarkood waxay ku fasireen ayaamu tashriiq inay tahay, haddaan xataa ku fasirno markii riwaayadaha kale loo geeyo, haddii lagu fasiro maalmaha nabigu ishaaraya inay maalmaha tobnaad ay tahay, ayaamu tashriiqi hadda waxaa ku jira yowm alciid, tobankiina waa ku jiraa. Marka xadiidkii waa dabaqayaa. Midda kale mujaawarada iyo deriska derisnimada saamaynay leedahay soo ma, oo deriskaaga fadaaishiisa adiga naftaada mararka qaarkood baad ka faa'iidaysataa. Deris wanaagsan haddaad leedahay, yacni akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa iyo deris xaq dhowrka waa kugu saameeya soo ma. Maradeenba marka ay ka dambeeyaan oo tobankii maalmood oo maalintii ciidda u dambeysay ay ku xigaan ayaamu tashriiqu, marka fadiiladii bay ka kasbadeen oo waa la wadaagayaan. Midda kale maalinta tobnaad oo yowm alciid ah iyo maalinta sideedaad ilaa maalinta sagaalaad, acmaasha la samaynayo dhan oo ayagu maalmihii tobnaad ku jira waa acmaalu lxaji, acmaashii xajka tatamadeediina goorbay dhammaanaysaa, ayaamu tashriiq. Marka waxyaala badan baa ka dhexeeya, fadiiladii marka waa isla wada qabaan. Marka culimmada qaarkood saasay ku towjihinayaan, laakiin saniica imaam albukhaari raximahu llahu tacaala waxaa ka muuqda inuu maaragtay yani haadihidan ayaamahaas ishaaradaas muhamka in lagu fasirayo ayaamu tashriiq inuu ku fasiray baa ka muuqata. Baabu takbiiri ayaami mina wa ida gada ilaa carafa, acmaashaas marka wanaagsan oo fadilan oo ajarkeedu aada iyo aada u weyn yahay waxaa ka mid a takbiirta allaahu akbar. Allaahu akbar waa kelima aada iyo aada u weyn. Marka waa lala imanayaa ayaamu takbiir, baabu takbiiri ayaama mina, maalmaha mina la joogo oo yowma alciid ay ka mid tahay iyo saddexda maalmood oo ka dambaysa. Wa idaa gadaa ilaa carafa, iyo marka qofku uu carafo u jarmaadayo, waa subaxa sagaalaad wey, hamiinka sagaalaad mina xujaydu joogaan, subaxii baa laga jarmaadayaa oo waxaa loo socdaa carafaad baa loo socdaa si wuquufkii wuquufu carafa oo arkaanta xajka runiyada ugu waaweyn ka mid ah maaragtay loo xasiliyo. Markaa loo socdo oo carafa loo socdana waa la takbiirsanaya iyadana, takbiirtu waa soo aroortay. wa kaana cumaru radia allahu tacaala canhu, cumar wuxuu ahaa yukabbiru kii takbiirsado allaahu akbar yidhaahdo fii qubbatihi ay fii khaymatihi khaymadiisa dhexdeeda, bimina mina uga dhisnayd, oo fayasmacuhu ahlu lmasjid masaajidka dadka jooga yaa maqlayay, masaajid la yidhaahdo masjidu khayf
ayaa jira oo mina ku dhex yaalla bartamaheeda ku yaalla waa masaajid weyn oo macruuf hadda aad buu u weyn yahay laakiin waqtigaasna waa jiray waqtigaana waa jiray masjidkaas marka dadka jooga ayaa waxay maqlayeen cumar takbiirtiisa oo allaahu akbar leh markaasay fayukabbiruun ayaguna allaahu akbar wada dhahayeen wayukabbiru ahlu laswaaq suuqyada iyo dadka bannaanka joogjoogo wax gadanaya baa iyaguna takbiirsanaya xataa tartaja minaa takbiiran ilaa min oo dhan ay isla wada kacdo takbiir oo allaahu akbar la wada yidhaahdo cumar baa bilaabaya qofkii maqlaba meeshiisu ka camiranaya markaasaa min oo dhani hal mar takbiir isla wada dhawaaqaysa saasaa la ahaa lianna waxa weeyaan shaciirada in la muujiyo ay tahay bay ka mid tahay takbiirta aad loo rabbi loo weyneeyo wakaana ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ahaa yukabbiru biminan tilka alayaam mina isagoo jooga wuu takbiirsan jiray maalmahaas ayaa mutashriiqa ah oo maalinta ciiduna ku jirto yowma alciid iyo saddexda maalmood oo ka dambaysa wa khalfa salawaati salawaadka gadaashoodana salaadaha gadaashoodana waa takbiirsan jiray maaragtaa salaaduhuma ma faradka sunanka iyo naafiladu ma ku jirtaa mise kuma jirto hadda wuu camimay ma uu kala saarin wa khalfa salawaat buu yidhi marka khalfa salawaat sida haddii loo idlaaqo faradkii iyo sunankiiba waa soo wada gelayaan oo muxamed ibni calina waa tan soo marnay xataa bacda annaafila inuu allahu akbar dhihi jiray wa calaa firaashihi xataa markuu jiifo oo firaashkiisa uu jiifo waa takbiirsan jiray wa fii fustaatihi fustaatku waa khaymada khaymadiisana dhexdeedana waa ku takbiirsan jiray wa majlisihi majliska uu fadhiisto dadku ugu yimaadana waa ku takbiirsan jiray idan waxay ku tusinaysaa fii jamiici axwaalihi kaana yukabbir fii jamiici axwaalihi yukabbir isagoo mina jooga maalmahaas hadduu socdo hadduu jiifo uuba soo jeedaba hadduu fadhiyo asxaabtii la joogo hadduu dariiqa marayo hadduu khaymadiisii joogo bacda asalawaat kaana yukabbir nacam وكانت ميمونة ميمونة وحي أهيد يعني ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أي أهيد تكبر أيضنا تكبير ستبي أهيد يوم النحر مالنتا عيدة عيد الأضحى مالنتا سليرا يوم النحر يوم النحر ولا يرهذا يوم الحج الأكبر ولا يرهذا يوم العيد ولا يره هذا مقعدة سولية نعم عيد الأضحى أيادنا ويتكبر سنجرتي وكنا النساء هوينكو حتى وحي أهايين يكبرنا كوي تكبير صدا إيقنا خلف أبان ابن عثمان أبان ابن عثمان ابن عفان أبان ابن عثمان ابن عفان نعم ابن أبي العاص ابن أمية الأموي ابن عبد الله عثمان بن عفان ذي النورين ما رأيتها الخليفة الثالث صوما هي خليفة دي سدحات بوها أبو بكر مركي لقى صوتري أبو بكر عمر باكوري كي سدحات بوها عثمان بعد لي أبان ابن عثمان وهنا كم ذها من أهل العلم والحديث من أهل العلم والحديث بوها أبان ابن عثمان waqtigaas marka wuxuu ahaa amiir almadiina magaalada madiina ayuu amiirka ahaa waqtigiina waxay ahayd cabdilmalik ibni marwaan waana qaraaba ka dhexaysay ilmo adeer labaad bay ahaayeen cabdilmalik ibni marwaan ibni alxakam ibni abi alcaas asaguna wuxuu ahaa abaan ibnu cuhmaan abaan ابن عثمان ابن عفان ابن أبي العاص أبي العاص يسوي ماذا المرك يعني المعذير لبعض بي أهاين عبد الملك ابن مروان وخليفة المسلمين هي أبان ابن عثمان من بني أمية
marka Abdul Malik baa uga dhigay Madiina ayaa wuxuu uga dhigay amir waxana ka dambeeyay Umar ibn Abdul Aziz intuu la khaliifada noqon magaalada Madiina ayuu ka soo noqday amir Aban ibn Uthman baa uga dambeeyay maadaama marka magaalada amir ka yahay da sheekhi iyo imaam kiina waa asaga sooma marka maalmahaas haweenku xataa kaanuu yukabiruuna ninka la yiraahdo khalfa aban ibn cuhmaan aban ibn cuhmaan gadaashiis nacam markaas wuxuu yiri waa cumara yacni wuxuu ujeedaa cumar kaan cumar bn cabdilcaziiz wa cumar bn cabdilcaziiz yacni bacda cuhmaan bacda aban waxaa khaliif ka noqday magaaladii amiir ka noqday cumar ibnu cabdilcaziiz markii cuhmaan aban ibn cuhmaan uu khaliifka ka ahaa haweenku kaanuu yukabiruuna khalfa aban markii cumar ibn cabdilcaziiz uu ka noqdana kunna yukabirna bacda cumar maaragtaa bacda cumar ibn cabdilcaziiz goorma layaali tashriiq haminada ayaamu tashriiqa ah haminada ayaamu tashriiqa ah waa takbiiran jireen maca arijaali fi lmasjid ragga ilaa haweenku waagaas maana waa la tukan jireen raggay la tukan jireen masaajidka nabigay ku tukan jireen min waqti nabiyi sala allahu calayhi wasalam sufuufka dambay lahaayeen khalfa arijaal bay ahaayeen ayaguna yukabirna maca arijaal raggay la takbiirsan jireen iyaguna طيب إذا المركب حويا إلى وقت عمر بن عبد العزيز إلى كذب كهر وقت السلف كوردن تكبيرته ولا ودي جري أيام التشريق وحين كم تاي تكبيرته أعماش صالحات كفضلا مع المهاس بكم تاي نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم إنه يري أحب الكلام إلى الله أربعون yacni wax qofku uu ku hadlo oo dikriya ilaahay wuxuu ugu jecel yahay afar subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar maaragta subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar afartaas sooma marka allahu akbar waxay ka mid tahay alfaadaas rabbi uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala محمد ابن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس ابن مالك ونحن غاديان آثار تصنوصو هر مرتيو لن كل قد وحين لو إشارة سا يعني بابك هو لما مسألة كواد باب التكبير أيام منا ما المهم منا إلا تكبير سنة يو الله أكبر لليه آثار تصنوصو هر مرتيو لن كل تاسك الله يسا قيب تدمنا وحويا وإذا غدا إلى عرفة وإذا غدا إلى عرفة أحاديث رسول صعوت مركب الفيري محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه نين كان لي رهدو محمد ابن أبي بكر الثقفي وهو أحد التابعين تابعين تيبو كم دها قال وحير سألت أنس بن مالك أنس بن مالك بن ويدي وصحابية ونحن غاديان من منى ونحن أي والحال أنا غاديان أي سائران عن صعنه أون شأوشر مادينه من منى إلى عرفات من أن كدقاق الني أون كشر مادني وطريق أن كسي صعنا وعرفة نسي صعنا مركا وحان ويديي بيقول عن التلبية تلبية وحويا ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وشعار الحاجي قفك حاجي أو حرما وحكو هذا يوي ونوضيا ماركتا قفك حاجي قاهي وحو جوجين يا
مركه وطورنا يا جبرة العقبة الكبرى جبرة العقبة الكبرى مركه سوق قارو ما نتعيد وطبناد وطورنا يجوجنية هادوم معتمر يهينا وعمره صوحرتينا وحجوجنية مركه مساجد كسوق لك عبد الضوافية انت كروي سعونسا انت حرمية هاي ووضي مرك وكلمة آد وقيمة بضن النبي قال لويدي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج حج كأعماشي سمحاء وقفضي بضن وعكو جوابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم العج والثج عج ومحوي هاي رفع الصوت بالتلبية تلبية ذا سمرك وحكا ويدي مرك مركب عليا سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية أنس ويديي إنكو كتشر مادني منى وعرف أسي جرماد أهو أسي صعرنا أيام وحان ويديي التلبية وحكا ويديي وولب وحان كؤري بويري كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم سيديت سمين جرتين مكان النبي قال سعتين ولا جرتين تابعين تأدي جرى على صحابة ويدين جرين لكن وحي ويدين جرين وحي النبي كما قلنا أن النبي كأركي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سوحوكو جوابي قال وحو يري كان وحو أها يلبي كي تلبي يسته الملبي قف الربا إنو تلبي قاضنا وتلبي يسن جرو لبيك اللهم لبيك بوله جري لا ينكر عليه لقمنا إنكرين ويكبر تكبيرنا يي المكبر متك تكبيرنا يانا هدو دون الله اكبر بودها يي او فلا ينكر عليه لقما انكري اذا حديث كو وحو تصريحي ما ركتا ترجمه ده قيب تيدي ذنبه واذا غدا الى عرفه انه قفك تكبيرنا يو صحابتي سعتي وعرفوا سعتي قارنا لبيك اللهم لبيك بيلهاين قارنا الله اكبر بيلهاين نبي قلنا ومقلي صلى الله عليه وآله وسلم عدل أنكرينا كان تلبيه سلقوما إنكرين كان تكبيرتي سلقوما إنكرين إذن ذكري قال لا إيمانا يوحى كم إذا مركي الله صعد عرفة تلبيه إيا التكبير بإن تبا لا بضبا طيب حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته حفصة وأجد حفصة بنت سيرين الأنصارية أخت محمد بن سيرين أخت محمد ابن سيرين قبل ليلة حفصة بنت سيرين وهي ليلة محمد ابن سيرين وتابعية لبدو دون وحي كم إذا هاين من أهل العلم والرواية بين لبدو وكم إذا هاين أي ذا يولى الكذب وحي كورسي عن أم عطية أم عطية وصحابية مقعد وحي ليلة نسيبة بنت كعب وهي أنصارية وأنا صومرتي حديث كيدو إن فربضان قالت وحي تري أم عطية كنا وحن أهين يعني وحي كهليسا نحن معشر الصحابيات هوينك صحابيات كابي كهليسا نؤمر كوي لأمره وأنا لأمري نؤمر كوي لأمران أهين أن نخرج إن صوبحنا يوم العيد ما انت عيد ان صبحنا حق يوبحيان وهي يوبحيان مصلى الصلاه مصلى صلاه العيد بي اديان او اجتماع عادتك مسلمين اي قيب كيهين حتى نخرج الى ان صبحنا البكرة قبلها يرير البكرة وقان قارك او مركا ان صبحنا لما بحجر ايجا من خدرها اي من سترها ستر هي ديان كسوا بحنو يعني سيدة دباها وينكا وحا حشوت كالير هذا إلهي ورطو وكو طبعي وكو طبعي بي أطهاي إلا كو ودي أيقو دي تكتل لابي وچرا
حشوتكو نوا وناكسن يهي حشوتكو إيمانكو كمي دي هاي خير نوا يهي ولبا الزينة ده هوانك حشوتكا كمي ده مركا صحابيات كاد بي حشوت بالنايو ولبا قبلها قريق حتى أي جوغان أبوهو دي وكا حشونا يهي حتى مركا ميلير وقونية أو قل وقونية أو سترية بي لهانجرين أو خدري لغو مقعابو مركا قبلها هل كوجرة حشوت كبلن أيان حتى سوى بحنجر في بيتر نعم حتى نخرج الحيض حتى كو حيض كقبا حيض كأه ولا يوصل دي تكنين عيدة وان سوى بحنجر في مركز سوى حاضر جرين ماشى مسلمين تؤسوا إيمانيس فيكون وحي أهانا ينكو حيض كاهي خلف الناس تذكى يقال كفر سجرين فيكبرنا وإلا تكبير سنين بتكبيرهم أي بتكبير الناس تتك تكبير توضع تكبير سنين عيدة بأي أيقون لا تكبير سنجرين إلا قبل حائض الله وذكرك تكبيرت تسبيح يحرين كرتا ويبننت ويدعونا ويربي بي بريين بدعائهم أي بدعاء الناس تتك الدعاء ذوذا بيلا دعاي سنين كو يرجون وحيك للرجينين بركة ذلك اليوم ما ننتا بركة ديس بركة أمباجرته أنه بركة كلي وحنون نقانا حوالها يؤبت كي عروبت إله النوبضي انت أصلا كن نقانا بركة سمرت لكن بركة كلي شر معنوية باجرة إن إلهي علم علم عمرك كو بركيو عمل كان كو بركيو ذنبنا إلهي كو دافو توفيق لنا إلهي كو وفتشيو وحي إلهي سبحانه وتعالى شعري ورادك كيهي إلهي أكوا فجيو هي البركة العظمى ما كمان انت بركة ديد إيا مسلمين تان إلهي عبادة ديسة إسوغوتي ميد اجتماعا نفتيسو وإلهي وضع حسيان ويتكبيرنا يان نبي صلى الله عليه وسلم وحن نوشيغي ملائك سياحين ليرادو دتك إلهي حسي إسو إيمان إرادينيس ودتا سوكاليتاه الشيء وإسو يمادين با ربي ويدين يا ربنا وكوجي هي هذا ركتان إلهي أضمة أديك أدي الله هاي أضمة هاجا أعمل إسوع يمد بان أرجنا مع السمين يان ويكو تسبيح سنة يان ويكو تكبير سنة يان وحي شيء لم بيشيء يان آخر كوجود لم بيسوله هي مع هي ويدي سنة يان مرك إلهه دم بدافع جنة يكو ويدي سنة يان وعذاب يمارت وحكا مجنجل يان إيوه بيكام مجن جليا مركز آخر كوجود مصر ربي وحولي هاي وحن إذا المرقاتي قلنا يا إنه كل جود وذن بلافع كل جود إنه وذن بلافع مركز إلين إلهه هب البلد شو قام كم دهين مش وسك جوجي وحي كجرين وكم جرين مركز إلين يا سكان وأولاد دافع وقام تتكلم شو قاه يا إنه خير درنانين مركزه مركز دمياش السيد هسه كليته اجتماعه خير كاه ذكره إلهي ووعده وعلمه وعبادته وصلاة اللي هو هيو بس هو حاضر يا إلا كم دقتوني سمع سعي وحب بركة سوى حقوق عصيبته سازو مركز لي هي محوها يرجون بركة ذلك اليوم وظهورته ما أنت بركة ذي ظهار ديسة ظهار ذا لقاه الله يهوى محي وأذن بالله ربي تبارك وتعالى وأدومه سمؤمنين تهي ذاكرين تهي إلهي ورافي مجالس العلم واسدة إلا علم إيه وعد إيه ذكر ما كصعده باب الصلاة إلى الحربة يوم الجمعة تنينوا مسألة كلا حربضوا وأقول دير وورن عملوا كليتال لكن كقابا ومضحية لبدي إذا مضح ميت كم إذا بربا كتشرته للك اللقم دوه ما ركتها. ما دام مركز لجو تكنا يومال صحراء هو بنان وندرب أهين. إمام كهرت يسأل لجو مديا سأي سطرة وقول نقطه. هذا بسأيد كمركز جوجنو. إمام كمحا سطرة وقه محرابك. إمام كي محرابك درب قال لبنا إحمر كرا. شو ما ركتي. مركز وينو إمام كهلا سطرة. سطرة لو قد يجير النبي صلى الله عليه وسلم. سأسو مركز وحولي باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. مال انت عيدة ان امامك هرتي سحر بضاس لقوم مدو سي اي سطراء قل نقطة نعم عيدك اليماها
حتى صلاتها فرض كا مركان المال لسماء لقوت كرين مال بنان لقوت كرين سيد النبي صلى الله عليه وسلم يسعاده مركب مسافرين تيهين أو كلا أي أم مدن شرين أو النبي قال لقوم مدي جري أيال لقوم مدا نلقبنا تجي جرين بق حرب هذا سال ودي جري والنبي قال له قادي جري مال بنان مركوت كرين يهرتي سال لقوم مدا عن الزنوال إلى هذا. نعم باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بكورنا يا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إلهي كان وحوها تركز مدي لو مدو لو كان لقوم مدي جري ما دام أي ماذا حاس بير كله هذا هاي بير تقول كي قشة صما مركب مركب بير تقول كسر لو قليو وشو وتقنانسة أي سلاب قطن سنتا هاي ما أنا دعيس تركيز كنا وصار لو كان لقوم مديا مركب تركز مركتها يعني مهوها وحنارك جري أو نلا شيء ذي هرور البديها مركي دي بلون نقضى مال روب كدو دات صحانا هالا ديرا أو روب كا إيه ميشو كد أي إيه مقدار كروب كل إجي هي سو قياسة محل وو قياسة مرك قول ساسو كريتابا جيرتور قول كمركو مركي روب كدو أو رسو نقضى وسهلا يهي وشو ويد حق ليسا سوما ماشي وشو كو استاكتا بروب كو غاري مركتا مركا وحالا يرهدا ولا سوق الطبيعي كانت لغو قياسا مقعي أولاد هاي مرك مقعي أولاد هاي مركا وشا مركا سال لغو قطميو ونلك لغو مدو أيالا يرادة تركيز مركا وحولي هاي وتركزو ولمدي الحربة حربة قدامه أي أمامه نبي قهرتيس بل لغو مدي يوم الفطر والنحر أي يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى ليس في المسجد لا في المسجد عنده لها مسائل كده حديث سكومته كان جريني مصله كنت كان جري مركز اللوم مدو جري ثم يصلي أي إليها إلى جهتها جهة يدو النبي قلت كني قبل هذا حق هذا هرتيس اللوم مدية صلوات الله وسلامه عليه. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. ومثلا مدي هذا كسب احنا يقول لو انت انا وامامك ايمان اي حرب الله سي قاضيا ومشي لقينا يا مصلى هاي اولي بل لقوم مديا امامك هرتيسي سي محراب وكلا عمل نقطه علامه وقول نقطه ساب مركه لي باب حمل العنزه عنزه ان لقاضه هي والحربه او الحربه اما حرب الله واسكمت وأشاء ملحى برت كله للك اللقوم مديو بين يدي الإمام إمام كهرتيس أنتو نبا إمام كو إيمان يوم العيد ما أنت عيدا إمام كي وحو إيمانا يا للك يضيارة ماشي إمام كو استاجي لها هرتيسين أي أشي لقوسي دياريي واللقوم مدي. نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يغدو كيشر ماده إلى المصلى مصلها عيدا لقلت كني وبنانك بوشر ماده ساسوها النبي عاد ديسو ما المها عيد. والعنزة والحال العنزة عنزدينا بين يديه أي كسيه الرئيسي تحمل هرتي لسي قاضي وتنصب لسيم مدي بالمصلى مصليه لقو سيم مدي بين يديه نبي هرتيس يعني ما شاء قبل ذلك حكت لقو سيم مدي وبركو يماد النبي وشي مدن ولا سيدي يريب تجي مصليه فيصلي إليها مركز وجهة ده النبي أتكنيي صلوات الله وسلامه عليه.
marka masaladu waxay noo faa'iideysaa sababku wuxuu noo faa'iideeyay yaani nabigu usha ma wato isagu ee hortiis baa la sii xambaaray oo la sii qaaday meeshii la geeyey oo la muday oo la diyaariyey nacam faa'iido kalena way lahayd oo hadii jiraale usha waa loo qaadi jiray nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama faa'iidada ilaahayd waxaa ka mid ah weelasha biyaha lagu isticmaalo markuu safarka la yahay waxaa ka mid ahaa weelal maqaar ah sifraarka waxaan inagu dhihi jirnay marka axjaam kala duwan uu leeyahay mid xajmi weyn leh oo biyo badan qaada oo awrta la saaro labada dhinac laga kala rido waa jiray mid yar oo la yidhaahdo idaawa oo lagu weysaystana waa jiray idaawadaas marka lagu weysaysto nabigu markuu xaajo gudanayo ushaa lagu qaadi jiray sababta ay tahay maqaarku waa jilicsan yahay biyuhuna ku jiraa xarig baa lagu xidhayaa xarigga usha saa loo gelinayaa laba qof oo qofna madaxaan qabanaya qofna madaxaan qabanaya markaas uu qaadaya ama garab ku saaranaya saasaa loogu qaadi jiray faa'iido kalena waa leedahay oo qofku markuu xaajo gudanayo dhul saxraana uu joogo yacni dee axaadiista waxaa ku soo aroortay inuu qofku kaadida iska ilaaliyo iska dhowro si aynan ugu soo noqon dhulalka marka qaarkood marka waxaa jira dhulku waa gawaan adag gawaanka adag marka waxaa laga yaabaa markii kaadidu ku dhacday inay fanfaniin keento ushaana marka lagu mudmudayaayoo lagu jilicinayaa oo ciid bacaadahoo jilicsan laga dhigayaa marka kaadidu masma noqonayso faa'iidadaana waa leedahay waxay faa'iido kale leedahay faa'iido badan dariiqa markaad marayso qodaxda taalla iyo waa lagu qaadaa ode qur-aanka nabiyullaahi muusa uluu watay markii ilaahi subxaanahu watacaala uu yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa muxuu ku jawaabay qaala hiya casaaya atawakkau calayha waa cuskadaa wa ahushu biha calaa ghanami arigaygana waxa weeyaan caleenta iyo ubaxa iyo wuxuu daaqi lahaa aan ugu jafaa waliya fiiha maaaribu ukhraa dana kalena way ii qabataa soo maragtay marka way dana badan tahay danaha waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa maadaama dhul saxraa la joogo bahalladan goosatada iyo halaqyada inuu kugu soo weeraraan maxaad isaga difaaci ushaan marka faa'iido badan bay leedahay had iyo jeeraale nabiga waa loo qaadi jiray salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh nacam qaala baabu khuruuji nisaa'i walxuyadi ila almusallaa haweenku inay soo baxaan iyo kuwa xuyadka xataa alxuyad kuwii xaydka qabay ila almusallaa musallihii inay soo aadaan yowma alciidi bay u baabta kuwa aan xaydka qabin la garayo salaadii bay la tukanayaan muslimiintii laakiin kuwa xaydka qabaa hilay salaad ma tukanayaan maxay soo doonayaan yacni waxay soo doonayaan waxay soo xaadirayaan khayrka iyo dacwata almuslimiin muslimiinta ducadooda iyo barakata dalika alyowmi bay soo xaadirayaan kulligood marka marka meeshan markuu yidhi khuruuju nisaa walxuyad wa cadfi waa la isku cadfay idan marka wuxuu noqonayaa cadfu alkhaas cala alcaam lianna alxuyad min annisaa soo ma haweenka marka waa soo xaadirayaan waa imaanayaan meelaha khayrka أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى أيوب السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية واتان هذا صمر نسيبة بنت كعب الأنصارية قالت وحيت الأم عطية أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحان أمري نبي قيقي حديث كي هو روحوها أمرنا وحان لأمري إذا عدة أمرتي وأيوه waa nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkan kalaa xadiidkana fasiraya masalo waxaana ku jirta mustalaxa
runti oo saxaabigu haduu yiraahdo umirna aw nuhiina waa marfuuc, nabigii baan amray ama nabigii baan nahayay lamid tahay, bay lamid tahay bidaliil. Halkan marka amarana nabiyuna bay ku fasirtay, markii horena waxay tiri umirna waa nala amray, idan cidda amartay waa nabiga sal allahu alayhi wa alihi wasalam. Idan alxadiiثu marfuuc. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج إن صوبح النه العواتق وذوات الخدور قبلها يرى بكارضها وقريه ذا كجري أو مالها أسرك كجري إن صوبح النه أيانا أمري سيدا سيتري مرك خواي وانتاس خوايتك لو أيوب لقورنا يو عن أيوب عن حفصة روايتي هو روحي أهيد عن محمد هدنا عن حفصة بنحوه حديث كانوا كلبوا كوريي لكن زيادة كدري وزاد في حديث حفصة في حديث حفصة وحا زيادة كؤها قال إنه يري أيوب أو قالت أي حفصة حفصة إن يتري العواتق وذوات الخدور انت سوي وذو ذاك سدان عواتق ذا إيو كو ذوات الخدور كاهي مالها أستر كاكجرة يعني خدره مركي أنو اللغة دي حرية قدال وقلها بنو يعني قد يكون نولا شهر دي بنو بدا ودي دي بنو أقل دي خيمة ها إلا سمي سنجري مال يرو حران با جري جرتي سوما ومرنا دتك قاركودنا قندوب ويقانين قاركودنا ويقانين الحر سوما جري جري ما لو ذي غنرت أقل ذي هراء ولا سمين جري ما لي رجوني هو تضبن هو حكو جريان لجرنا ينين ما لها سكرتي كلها انجرين قبله مرك مرك خدري جوا هالكاس قبله مرك هالكا كو أسرنا بلا صوب حنيا زيادة مرك وطنا ويعتزلنا الحيض المصلى حيضكو ما لها مصلها اللي قلت كنيو ويكب حيان لماذا waxaa laga yaabaa inay wax ka gaaraan meeshana waa lagu tukanayaa oo najaasowdo ilaa xayid bay qabaan soo maaha maragta mana jirin waxyaalahan hadda iska fudfudud oo gabdhuhu qabaa yaani hadda isticmaalaano aan ballaba ogeynba maragta ma jiri jirin markaasaa darteeda musallaha meel ka baxsan oo gadaale ayay fariisan jireen bis oon ijtimaaca muslimiinta kasoo qayb gelaya. طيب هايغا كلية ماها حتى عرورته حتى الأطفال. نعم باب خروج الصبيان إلى المصلى عرورته يركب الصبيان حتى مصلى لكينية ماركته وقتك ما ارتمحوها أعياد عيده جيران دتك الله صرع سينية الماء أنا كسو تقني أنا أقول كسو تقني هلا صوض هلا كين عيدة ماركته ما يلموه ما وعى عيارين عيارين ها عيارين حتى كو صغير هذا هن تكرين كو مميزين تهابة تكرين كو يرح نعطة تكرين ولا كينية ليه دعاء ذاس مسلمين هي بركة اليوم بركة ما يغني كيهين ومية ومية سو حاضري ولا كينية يغن. عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعدهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. عبد الرحمن بن عابس قال وحير سمعت وحن مقلي بن عباس أي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أيان مقلي قول كيس سوى أورمية قال وحير عبد الله بن عباس خرجت وانبحي مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال جركيسا يوم فطر أي يوم عيد فطر مال عيد الفطر أو أضحى أي عيد أضحى أما عيد الأضحى بي أهيد فصلى نبي قواتك ذي عيدي ثم خطب مركاس خطبيي ثم أتى النساء هوانك بأيمي فواعدهن وانا وعدي انت عبد الله بن عباس ولا سعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرهن ووعدي وحسوسيي ربي بوحسوسيي يا خير كي يضع عدي وأمرهن وحو أمري بالصدقة صدقة دي بو أمري
مرك عبد الله بن عباس نبي قو صور راعي نبي قو ليمد ولا تكدي خذ بدي بو نبي قو حاضري حدنا نبي قو راعي صلى الله عليه وآله وسلم هوين كل تجي انتو نبي قو وعدين ايو لأنه كان صغيرا وايرا عبد الله بن عباس وايرا ويل يربو انت انا نبي قو لسعودا اذا الحديث ابن عباس مركب حانك فاهمين مركب ان عرورة النفط هو ده لا سوى حاضريو عرورنا وحالي إذا واحد قنجارة هين سوما واحد قنجارة هين وعروروي عرفتها أيها النفط دبا وحي سوق جيران صبيان آدي آدو ير ير يكون مميزين وتمييز له وحقرنا يو سلادي تكنكرا كل ولا وذكينا يا كي مميزنا وتكنا يا كي كلو ير ير ندث كي بلح جوا يا ماشي يا خير كي يو دعوة المسلمين يا بركة بسوا حاضريا باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد باب استقبال الإمام إمام كأنه سوق قابله الناس ضدك في خطبة العيد خطبة العيدة مركز عيد اللي تكنيه صلاة اللي تكنيه إمامك ضدك وكسي تشيدا صما دبر كيسة سوحي ضدك لكن بركو خطبين يبحون صمينا وسوجة سنة وجه سوق ضدك سوق قابلين إياه قبلته دبرك وجهدين يا وجهك سندتك سوقا بالسين يا قال أبو سعيد وهو أبو سعيد الخدري قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس نبي وحو استاقي دتك هرتيس مقابل الناس لما معنا بوك فهمينا معناها كواد دتك بكسو هرجيستي ساو بسو هرجيستي معناها اللباد لم يقف على منبر وإنما كان واقفا على الأرض للكو كتاقنا إلا مصلها المنبر لما جيه منبر كي يصو اقتراعو كيني بنو أمية وتصومرني نك اللي يرد مروان من الحكم أي أبوه الرئي الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك أكثر من مرة بحديث كان نسوه مرة الشعبي هو عامر بن شرحيل عن البراء وهو البراء بن العازب البراء بن عازب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي بصباح يوم أضحى يوم عيد أضحى إلى البقيع بقيع ومشي قبور المسلمين ومدينة أي كتع الله إلى الآن نسيدي بقبورته وضدك اللغو آسا هذا المساجد كي بابا بلارتي وقاري والباب كمسجد كان لغا صغره إيو بقيع دربي جيدو واسيدا هذا الدربي كمساجد كي اسكوي هين يدربي دربي يدا كليتو لاميقا كاشي سيدي اسكوي هين وكلي اسكوي هين مساجد كا بلارت مركا ميلها بنان ومصلاتك وحكم دها بقيع اكتي دار انو النبي صلى الله عليه وسلم وكتو كذيبا كم مقتم يا شمرك وميل بنان هاي فصلى مركا نبي وحوتو كذي ركعتين إلا مرق عضوض وعيد دي ثم أقبل علينا أبو يري وحقرنا يا البراء بن عازب نبي قيبا نسو قابلو نقصو جيستي بوجهه وجه سو نقصو قابلي ما وخذ بادي مركو آخرين يي وقال وحو يري إن أول نسكنا في يومنا هذا مركا النسك مركا هل كان كلمة النسك وتانو نري مر عبادات كو لنبا لغو مقعابا مرنا أعمال الحج بالغو مقعابا مرنا الذبح يجي قورا لغو مقعابا مركا هذا العقوق بالله إن أول نسكنا إذا وحيو شيء عباداتك عبادات كما أنت لقبنا يو إذن هذه صلاة عيدة تهي هي هذه الذبح يجي قورا يو أضحية تهيبا إن أول نسكنا يعني النسك يجي وحا أبوه الرياه في يومنا هذا ما لنتين وعيد أضحاء أن نبدأ إنا باللون نووي بالصلاة صلاة نكون باللون نووي صلاة عيدة وكذلك يوم عيد الفطر نايدنا صلاة لغو بلابيا ثم مركا كبعد نرجع أن لابنه
حقي الله الله بنيا إلى المدينة إذا دوح على قصر الله بنيا مصليه وفنن حرم كأنه جور عنه أضحية ضيدي فمن فعل ذلك سيدا قفك السمية والنسج يسب الله جيس صلاة كرجة خطبة كحجية دمديد مارك تمحوها هدي جور عده فقد وافق سنتنا سنة يدي ووافقي ومن ذبح قبل ذلك صلاة كهر يا خطبة كهر قفكي جورعة صلاة كهر قفكي جورعة فإنما هو شيء عجله لأهله وشيء أهل كسؤد دجي هل بؤدت كسؤد دجي وي نعم وليس من النسك في شيء وتصور مرنا حالي نسكنا وحبك معه نعم نعم ساس مركه ويري شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء نسك وحبك معها فقام الرجل نبا استاغي نكا مركه انو سو شيغنا وحد هره احاديثي كلا نو سو مرتي ان مجي عيسى ليره ابو بر ابو برده من النيار وولب البراء بن عازب وحديث كورني وابتغي اها نكا با استاغو فقال ويري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنوغ ذبحت وان قورعي أضحية ذيدي صلاة كهر بان قورعي وعندي جذعة وحان هيا أو إيجوكته وحر جذعة عناقا وطن سوامرني جذعة با إيجوكته أو هل سنة كير أيدنا مقدو أضحية ذي لكنها خير من مسنة مسنة وكخير بضنتاي مسنة ولبا ثانية كسيوين أي كخير بضنتاي وكبورنتاي وكهلي بضنتاي ويكهلي بوناكسنتاي قال مركاب النبي ويري اذبحها أي ذا قورع وكاكا في نيساي ولا تفي عن أحد بعدك إذ أديك كادم بيسسي كما كافيس سيكون غوني تاي مرك سيكون غوني أهيت ولي أبواب تي أمبا يا صعود لك في لي وقتي وقرن سما بس وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.